两国外长空间记者到此结束，谢谢大家。大家好，他们是哈皮المؤسسات الصينية المتواجدة في تونس هي تقريبا 20 أو 21 مؤسسة تنشط في تونس، حجم استثماراتها هو صغير للأسف، ماهوش معناها دون المستوى، تقريبا 50 مليون دينار، ماهيش حاجة كبيرة، وتونس تنجم تكون بوابة للاستثمارات الصينية في أفريقيا. ونأمل إن شاء الله أنه معناها الفترة القادمة نشوفوا مؤسسات صينية كبيرة، قاعدين نقبلوا في مؤسسات تجي تكتشف في معناها فرص الاستثمارية في تونس. The contract to build the new Bizerte Bridge has been awarded to Chinese contractor Sichuan Road and Bridge Company. المبلغ حوالي 200 مليون دولار. المشروع ككل هو ممول من طرف البنكي اللي هما البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار. نقولوا احنا مشروع جسر جربة، يعني تقريب عبروا على نيتهم باش كونهم زاد ينجزوا بالمشروع هذا بالتمويل لكن ديك احنا الترتيب والاجراءات للصفقات العموميه عندها اجراءاتها وطريقه العمل بها. الدين العمومي اليوم سيصل بالنسبة لسنة 2024 مقدر إلى تصل 140 مليار دينار، وهو ما يعادل تقريبا 80% من الناتج المحلي الإجمالي. من الناحية النظرية يمكن أن يتوسع النفوذ الصيني بسرعة إذا تخلفت تونس عن سداد ديونها العامة أو انهارت اقتصاديا، وكما يتضح في بعض البلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى استخدمت بكين أحياناً مكانتها كملاذ أخير للإقراض لكسب النفوذ محلياً.